طن راية العدس والسلادة خبز للدار والماء ونعاصر والحمد لله هادشي مزيان. راجل داك تعرف الطيب نمبر 1 حريورة هاد فلفل حار هذا بالجبن بالجبل الوالي والعدس تا هي والله العظيم هادي هادي ماشي مدينة مش شريتها شي من هنا هادي جابوها لي من الجبل شحال 2500 فرنك كيلو صوت لي علينا بين كل شي شي خمس لا شمن 80,000 فرنك شوية ديال العدس شوية ديال الهوية وشوية ديال البيصار 80,000 فرنك وزيد عليها ليسانس نعملها بغيت تاكل مزيان هنا ما عنديش دابا انا فهاد الشيء كلشي كنفضل العدس كنفضل هاد الحاجه اللي انا عارفه هادي من الجبن شريتها مرة يا أخرى هي العدس عمي هذا حريولة شوية
ما راشي لك تعرف تنك بزر بزر. طيب هذا ماشي البقر، البقر والله ما والله ما يكسابه. وشو شاكت عفا دادس حموصي عليها واحد جبريانا تقريبا من عام اللي فات، تدوتو هنينا فرانك هدي من عام اللي فات. شريت 5 كيلو ديال العدس، 5 كيلو ديال الحمص، 5 كيلو ديال البيصاره، 5 كيلو ديال اللوبيه. اللوبيه ما جابهاليش سمحتو بديك الفلوس. ايوا اللي بغى ياكل على هذا الشيء مرحبا به. بعد اليوم